يعرف مجال الروبوتكس بأنه علم واسع ومتعدد التخصصات، يشمل تصميم الروبوتات وبنائها وإدارة عملياتها، وله تطبيقات مهمة في الصناعة والرعاية الصحية والنقل والتعليم والترفيه وغيرها. ولقد تطور مجال الروبوتكس باضطراد خلال العقود الأخيرة نتيجة لتحسن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبرمجة والازدياد المتسارع لقدرة المعالجة للحواسيب، مما يجعله عنصرا مهما في تمكين الثورة الصناعية الرابعة التي نقف اليوم على أبوابها، والتي ستمحي الحواجز بين العوالم المادية والرقمية والأحيائية، وستساهم في نقل الاقتصاد العالمي الحالي من مراحله الزراعية والصناعية والخدمية إلى الاقتصاد المعرفي الجديد. فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لقطاع الروبوتكس عالمياً عشرات المليارات من الدولارات، وهو ذو معدل نمو سنوي مركب مرتفع يجعله أحد أسرع القطاعات نمواً وأكبرها حجماً. ومنذ تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عام 1975 ميلادية، كانت وما زالت الهيئة سباقة في استخدام التقنيات على المستوى العالمي، ومما لا شك فيه هو أنها وشركاؤها مؤهلون لأن يكونوا رواداً مساهمين في توطين وتشغيل تقنيات الروبوتكس في المملكة العربية السعودية، لما تمتلكه مدينة الجبيل الصناعية من قاعدة صناعية ضخمة وبنية تحتية متكاملة. ولهذا كان من اللازم على الهيئة أن تأخذ بزمام المبادرة بإقامة المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات، والذي نطمح أن يكون الحدث الأبرز في قطاع الروبوتات بالمملكة، ومعلما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد وطني مزدهر. لقد جمعنا في هذا المؤتمر وتحت سقف واحد أكثر تقنيات الروبوتكس تقدما ومقدمي خدماتها وخبرائها، لنقدم لكم في 3 أيام العديد من الأوراق العلمية وورش العمل على يد أبرز الخبراء الدوليين والمحليين، حيث سيناقشون مواضيع جوهرية تصب في صالح دعم القطاع محلياً، مثل التصنيع الذكي وتطبيقات الأتمتة وأسباب انتشار الروبوتات الصناعية ونقص المهارات في سوق العمل السعودي وتطبيقات السلامة في مجال الروبوتكس. كما سيكون هنالك معرض مصاحب يضم عدة شركات من القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، ليقدم فيه أحدث ما توصلت إليه بحوثهم وتقنياتهم. ويأتي هذا المؤتمر والمعرض ضمن فعاليات موسم الشرقية الساعي لجذب الزوار والمهتمين في القطاعات الثقافية والعلمية والترفيهية، ضمن مهرجان ثقافي هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.